خصومنا ومنافسونا لديهم استراتيجية على المدى الطويل في مواجهة التحديات. لن تكون الاستراتيجية القصيرة الأمد والتمنيات كافية. هذا يعني أن نكون أقوى للدفاع عن قيمنا والانفتاح الذي يقوم عليه ازدهارنا. تلك كانت مقتطفات من كلمة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نشرها داونينغ ستريت قبل الخطاب الذي سيلقيه أمام عدد كبير من الدبلوماسيين وممثلي قطاع الأعمال. سوناك أضاف بالقول إن الوقوف في وجه منافسينا ليس بخطاب عظيم بل ببراغماتية قوية. ووفقا لداونينغ ستريت، سيشدد سوناك في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية منذ أن أصبح رئيسا للحكومة في نهاية أكتوبر على ضرورة أن تدافع المملكة المتحدة عن رؤية بعيدة المدى في مواجهة طموحات الصين وروسيا.